السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناة منى طه الشيمي وتفعلوا زر الجرس. اول حاجة يا جماعة، اول ما هتدخل على اللينك اللي انا بعته لكم هتفتح لكم الصفحة دي، تمام؟ انا الصفحة دي لما تفتح عندي انا هختار انشئ حساب، تمام؟ انا دوست خلاص كده على انشئ حساب، هيجيلي الصفحة دي. هنزل تحت كده هختار طالب، لان انت دلوقتي المفروض هتعملي الطالب، تمام؟ هيجيلك الكلام ده. الصفحة دي اول ما تظهر عندي الاسم الاول هنا هكتب اسم الطالب، وليكن محمد، احمد، اي اسم. خلاص هنا اسم العائلة يعني اسم الاب والجد. هنا رمز الصف اللي هو الرمز بتاع المدرسة، اللي هو الكود بتاع الصف بتاع المدرسة، وده بجيبه يا اما من صفحة المدرسة يا اما بجيبه من المدرسة ذات نفسها. بعد كده هكتب اسم المستخدم، وهو يعتبر اول 3 حروف من اسم التلميذ، وبعدين الكود بتاعه اللي احنا جبناه قبل كده اللي هو كود الطالب، تمام؟ في البريد الالكتروني مش هكتب فيه حاجة. كلمة المرور هختار كلمة مرور سهلة وبسيطة، احفظها لان دي هتبقى كلمة المرور بتاعتي اللي هدخل بيها على اي موقع تاني. ما كل ما اجي ادخل كأن احنا في يعني في فيس او كده، تمام؟ بس واكتب تسجيل خروج، اضغط لتسجيل الدخول. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناة صديق نطاق الشيمي وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.